القرآن بر الأمان بيبان وينادينا الغرقان وياخدوا من ايدو اقراها يا إنسان وافتح لي هالوجدان تلقى الرحيم رحمن في وعده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مشاهدين الأعزاء أهلا بكم في برنامجكم رسائل من القرآن الكريم في هذا اليوم نعيش مع رسالة الاستعانة كيف تكون مستعينا بالله تبارك وتعالى كيف تتعلق بربك الكريم كيف ترمي كل حمالك على الله تبارك وتعالى كيف تشعر في لحظة من اللحظات أنه لا مقدر ولا معطي ولا آخذ ولا محي ولا مميت إلا الله تبارك وتعالى كيف تستعين بالله حق الاستعانة ركب غلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من الطريق فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة قد اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتب عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا الحديث من روائع الحديث الله تبارك وتعالى يقول لك يا عبدي إذا حفظتني في الرخاء حفظتك في الشدة إذا سألتني وما سألت غيري أعطيتك مسألتك وإذا استعنت بي بيقين كامل أن الله تبارك وتعالى يكفيك الناس قال الله عز وجل أعطاك وقت الحاجة ولذلك كل الأنبياء تعرضوا لأزمات كل الأنبياء عاشوا مآزق مع أقوامهم لكنهم باستعانتهم بالله تبارك وتعالى فرجت وحلت الأزمات سيدنا موسى عليه السلام كان يقول لقومه وقال الملأ من قوم فرعون أتذرون موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرأك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين هكذا الله تبارك وتعالى علم موسى عليه السلام كيف يربي أمة على الاستعانة بالله والصبر عليها كان يقول لهم استعينوا بالله واصبروا والفرج يأتي بعد الاستعانة والصبر النبي صلى الله عليه وسلم درب أمة بأكملها كيف تستعين بالله تبارك وتعالى كيف أوصلتهم الاستعانة بالله إلى أبعد بكثير مما تتخيلوا تخيل الله عنه أرضاه يستعين بالله حق الاستعانة حتى وصل الأمر إلى أن يخاطب الماء في نهر النيل ويخاطب الجبال في بغداد سيدنا عمر جاءه والي مصر ف
فقال له: يا أمير المؤمنين، جف النيل، جف النيل وانقطع الماء. فأخذ عمر رضي الله عنه أرضاه، قال لكاتبه: ائتني بقرطاس وقلم. وقال له: سأملي عليك فاكتب. وبدأ يكتب هذا الكاتب، فقال له عمر: اكتب من أمير المؤمنين إلى نهر النيل، إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فإني آمرك بإذن الله أن تجري. وقال له: إذا رجعت إلى مصر فقف على ضفاف النيل، وارمي واقرأ الرسالة على الناس، ثم ارمي بها في النيل، واعلم أن الله سيأخذ بأيدينا لاستعانتنا بالله. استعانوا بالله عز وجل، كان المصريون يستعينون بهذه العروس، واستعان المسلمون برب العروس ورب الناس. قال: فوقف والي مصر على ضفاف النيل ونظر إلى الناس وقرأ الرسالة، ثم رمى بها في النيل وقال له: إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فإني آمرك بإذن الله أن تجري. ورجع إلى بيته بكل ضيق وشدة، ونام والي مصر. قال: ثم أصبح من الصباح وخرج إلى صلاة الفجر ليجد النيل قد جرى وانهمر المطر وفاض النيل على جانبيه، فوقف مدهوشا كيف يستجيب النيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إنها الاستعانة بالله تبارك وتعالى، استعانة عجيبة كانت عند سيدنا عمر. وأبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة قال لعمر رضي الله عنه أرضاه: ما رأيك يا عمر، ماذا نفعل في هؤلاء المرتدين؟ فقال عمر: يا أمير المؤمنين، قال: يا أبا بكر، نحن الآن في الأشهر الحر، ونحن حول الكعبة، ولا نريد أن نريق الدماء حول الكعبة فيقال عنا أراق الدماء حول الكعبة. فقال أبو بكر: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعونا عقال بعير كانوا يؤدونه في زمن رسول الله لقاتلناهم عليه، إما أن ننتصر وإما أن نذهب شهداء. وبالفعل وبأمر الله واستعانتهم وقف أبو بكر رضي الله عنه وحارب المرتدين، وأرسى قواعد الأمن والسلم في المجتمع الإسلامي بكامله. وكذلك نرجع إلى عمر. عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة على المنبر، فوقف ثم نادى بأعلى صوته: الجبل يا سارية الجبل. تعجب الناس واندهشوا، وقال بعضهم: لعل أصاب عمر ما أصابه في عقله. وبدأ بعضهم يدعو له بالسلامة. قال: وأكمل عمر الخطبة بعدها: رجع الجيش من العراق من جبال بغداد. قال: فنزلوا في مسجد المدينة، وأخذ عمر يتكلم في الجيش، وإذ برجل يبكي بكاء شديدا. تعجب الناس، قالوا: يا سارية، ما الذي يبكيك؟ قال: سمعت هذا الصوت على جبال بغداد وهو ينادي علي: الجبل يا سارية الجبل. الله أكبر، ما أجمل هذه اللحظة. عمر ينادي من المدينة، يصل صوته إلى بغداد. ما الذي أوصله إلى بغداد؟ إنها الاستعانة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه روعة الاستعانة بالله تبارك وتعالى، تجعل العبد يعيش حالة من الروعة في هذه الدنيا. أحد قادة المسلمين وصل إلى حدود الصين وقال: لأطأن برجل فرسي هذه تراب الصين. وعلم أهل الصين أنه إذا قال فعل، لأنه يستعين بالله عز وجل. جاء حاكم الصين ووضع التراب تحت أرجل فرسه وقال: إنا لنعلم أنك ستبر بقصمك، لذلك جئناك بهذا التراب دون أن تدخل الصين ودون أن تفعل ما تفعل. عندما استعانت الأمة بربها تبارك وتعالى فرادا وجماعات وأمة، كانت الأمة في وضع رائع وجميل جدا. كانت الأمة تملك أمرها عندما استعانت بربها. لذلك تكون الاستعانة بالله تبارك وتعالى هي رافعة هذه الأمة، وتجعل لهذه الأمة شأنا عظيما. لذلك
برمج الله الأمة على ترداد الاستعانة في كل صلواتهم، فجاءت في سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم منا في صلواته على الأقل 17 مرة إذا أراد أن يصلي الفروض فقط، فإذا صلى الفروض والنوافل تجاوز 25 و27 مرة. لذلك لابد لنا أن نفكر، الله تبارك وتعالى أثبتها في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنا في محكم التنزيل في موقع آخر: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربك الرحمن المستعان على ما تصفون. هذه الآية التي تؤكد على الاستعانة بالله حيث قالت والله المستعان على ما يصفون، هذه الآية وهذه الكلمات قالها يعقوب عليه السلام فقال والله المستعان على ما تصفون، وقالتها عائشة عندما اتهمت بعرضها في حادثة الإفك، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام سأصمت والله المستعان على ما تصفون حتى نزل فيها قرآن يتلى. هذه الحياة مع الاستعانة في عقيدتنا، في ديننا، في عمق هذا الفكر الإسلامي الجميل، لابد للعبد أن يفكر فيه، كيف يعيش فيه، كيف يعيش في كنفه. لذلك قال أحد الصالحين: لا تستعن بغير الله، فإن استعنت بغيره أوكلك إليه فهلكت. إذا أوكلك الله لمن استعنت به هلكت. وكان أحد الصالحين يقول: هل مررت يوما بغنم؟ قال: نعم. قال: وهل رأيت كلبا حولها؟ قال: نعم. قال: هل أخذ ينبح حولك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: حاولت أن أسكته. قال: فنبح؟ قال: نعم. قال: ثم كررها. قال: كان الأجدر فيك أن تقول لرب هذا الغنم، لرب الغنم أي لصاحب الغنم، أسكت هذا الكلب، والأجدر أن تستعين بالله تبارك وتعالى على كل إشكالياتك في هذه الدنيا، رب كل شيء ومليكهم، الله تبارك وتعالى الذي يملك الكونين، الله تبارك وتعالى المتصرف، الله تبارك وتعالى الذي يعطي، الذي يحيي ويميت، وهو الدائم حي لا يموت، هو الذي تستعين به فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما في معية الله، وأن يجعلنا من عباد الله المخلصين الذين لا يستعينون إلا به، إنه سميع مجيب. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة ورسالة جديدة من رسائل القرآن الكريم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويخدم من